هذه المناظر البشعة التي تميز أحياء عاصمة الولاية بسكرة وبلديتها دفعت السلطات المحلية نحو تجنيد كل الإمكانات المادية والبشرية لإزالتها في حملة شاملة تدوم 3 أسابيع. اليوم نشرف على عملية حملة تطوعية ذات نطاق واسع اللي غادي تشمل 33 بلدية ومختلف أحياء البلديات. سخرنا لهذه العملية كل الوسائل المادية والبشرية من وسائل وعتاد اللي غادي يغطي الولاية. مشاركة واسعة لقطاعات مختلفة إلى الخواص الذين سخروا عتادهم وعمالهم إلى جانب عمال البلديات ومتطوعين. الشيء الإيجابي في هذه العملية هو إشراك المواطن بالدرجة الأولى، لجان الأحياء، جمعيات وكل أفراد إطارات منتخبين. الشيء الإيجابي كذلك أنه أفراد جيش الشعب الوطني اللي نشكرهم بخلالكم اللي أبوا أن يشاركونا هذه الحملة الطوعية وعلى رأسهم قائد الناحية العسكرية الرابعة. المحافظة على المحيط بصورة دائمة يعني توافر الإمكانات المادية، والبلديات عاجزة عن توفيرها خصوصا في الظروف الحالية. كان احتياجات، حقيقة كان احتياجات، إن شاء الله نعمل سويا على توفير كل الاحتياجات اللازمة للبلديات للقيام بالنظافة. إحنا العملية التطوعية دائما مستمرة، مش عملية ذات حملة، عملية مستمرة. إحنا نحاولوا نوصلوا للنمط، النمط على النظافة، ومن بعد يبقى عمل روتيني تاع البلديات. محافظة على المحيط والبيئة يمر عبر جائزة أطلقتها ولاية بسكرة، والإعلان عنها مرجع إلى حين.